اخر كنتو معكم عندنا التعليم، انا كنقدم دروس مختلفه في مواد مختلفه، وكنديروا ايضا التصحاح ديال التمارين زائد التصحاح ديال الامتحانات. الو هادشي كامل علاش؟ الهدف ديالو هو ان بزاف التلاميذ وبزاف الطلبه ديال المغرب او من خارج المغرب يستفيدوا وينميو المستوى ديالهم. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع صحابكم. خليكم مع الفيديو، ونتمنى ان الشرح يكون مبسط بالنسبه لكم. شكرا لكم. على كما قلنا نمشيو نكالكوليو داتا، اذا نرجعوها معادله دون اكس كاري موان تي اكس بلس 25 دونك تساوي 0، ونحلوها ونشوف شحال عطانا الحلول. الو داتا دائما هي بي او كاري، دونك عندنا ا بي و سي، دونك ا سي 1، بي هو اللي حدا اكس هو موان 10، و سي هو العدد الاخير دونك 25 صافي. الو هنا عندنا بي او كاري ياك موان 4 ا. Alors calculons, on chauffe. Donc moins b c'est moins 10 à la puissance 2 fois 4 fois a fois 25. Ça c'est 100 moins 100. Alors c'est 0. Alors si, donc si delta égale à 0, on a, on a x qui s'est c'est moins b sur 2. اذا هنا الحل اللي غادي يكون عندي، غيكون عندي x صفر، x كيساوي موان بي، موان بي سي عكس بي يعني 10 صافي. جوج مضروب في ا اللي هو طبعا هو 1، اذا عطانا شحال هي 10 2 دونك هي 5 عفوا. الوغ في هذه الحاله ايضا خصني نلجا للجدول ديال الاشاره، يعني هذه متراجعه مدرجه، خصني نعرف امتى تكون اكبر من او يساوي صفر. الوغ هنا خصني نلجا للطابلو ديال الاشاره. دونك هنا كتذكير بالنسبه للجدول، الا كان داتا كتساوي صفر هنا كيكون عندي كما كتعرفوا هنا كنحط ا اكس او كاري بلس بي دو اكس بلس سي، يعني ديك الحدود ديال الدرجه الثانيه متفقين. الوغ هنا كندير موان لانفيني هنا بلس لانفيني. الوغ هنا كنحط الحل ديالي دونك موان بي نرجع ا، يعني بحال انا خرجنا 5 نحطو 5. الوغ كنحطو هنا إشارة أ لو سين دو أ و لسوين دو أ، يعني بحال فهاد الطابلو ملي نبغو نحطو غيجي بحال هكا. ألوغ غيعطينا الطابلو بحال هكا. ألوغ هنا نحط الحل كما قلنا، دونك إشارة أ عندنا أ هو 1، إذا أ موجب صافين. أ عندنا هو 1، إذا إشارة 1 هي إشارة موجبة، إذا نحط زائد زائد. ألوغ كما قلت هنا خصني نشوف إيش، خصني نشوف شنو عندي هنا. إذا قالك خاص إمتى إكس أو كاري ناقص 10 إكس زائد 25 تكون موجب، تكون موجبة متفقين يا شباب. الوغ كنلاحظ في الطابلو انه كل المجالات اللي عندي مجالات موجبة، يعني هذا مجال موجب وحتى هذا مجال موجب، يعني ما عنديش ديك الموان اللي كنا شفناها في المثال اللي كان قبل منه. الوغ هنا شنو نعتبر دي اف؟ يعني هنا ما نقطعش، يعني ما نديرش انيوم نيشان. دي اف شنو كتساوي لنا؟ سي ار، سي لونسومبل ار. علاش ار؟ حيت عندنا من موالفين حتى لبلس لان متفقين، يعني عندنا هنا من موالفين تلاش حتى لبلس لانفين صافي. علاش؟ حيت المجال كله موجب، يعني كلها تكون اكبر من زيرو صافي. اما كون عندي مثلا شي ناقص عناخد غير هاد المجال اللي عندي هنا، كون كان ناقص هنا عناخد غير هاد المجال الموجب. فاهمين يا شباب؟ اوكي دونك هنا نشوف عاوتاني امتى تكون هادي موجبه. دونك كما قلت في هذا الفيديو راه هو يعني عباره عن تقريبا جميع الحالات الممكنه في مجموعه التعريف، لان مجموعه التعريف كما كتعرفوا راها بحر، يعني ما تساليش بحال عندنا. الوغ شنو نحسبو ديتا؟ دونك ديتا ندير نيشان، تمكنوش كتعرفو عندنا أ هو 1 و بي هو 1 و سي هو 5. إذا نيشان عندي هي 1 أو كاري اللي هو بي ناقص 4 في أ اللي هو 1 في سي اللي هو شحال اللي هو 5. ألوغ توسا غيعطينا شحال؟ غيعطينا هو 1 موان 20، إذا عطانا موان 19 صافي. ألوغ 19 موان 19 سالبة. ألوغ هنا كتكون تعرفو أن دائما سي ديتا انفيريور دو زيرو. الو في هذه الحاله كيكون عندي ما عنديش حل، يعني با سوليسيون، عندي لونسومبل فيت صافي، مجموعه فارغه. الو في هذه الحاله شنو كندير؟ الطابلو كيكون على هذا الشكل هذا صافي، يعني كنحط الجدول حاجه دائما في المتراجعات الدرجه الثانيه شباب، دائما تتابعوا، لان يعني ديما الحل كيكون عباره على مجال كما قلت في الاول. يعني هنا الحل خصني نلجا دائما للطابلوات باش نعرف كيفاش كيكون الاشاره ديالتها، واش غتكون امتى تكون هي اكبر من زيرو، امتى تكون اكثر من زيرو. انا عندي لو سين دو ا ب
واحدة. إذا في الطابلو اللي عندنا يكون على الشكل هذا، راه هلاكا. دونك سامحوني على الطوال في مجموعة التعريف، وكان بغيت نعطيها حقها، يعني ما بغيتش ندوز عليها مرور الكرام البرارة. يعني هنا بغيت يعني جميع الطلبة وأيضا الناس ديال البكالوريوس أو باك إيكونومي أو باك تيرمين أو باك بروفيسيونيل أو باك انترناسيونال ما يدوزوش عليها هكاك، يعني ما تفهمش غير هكاك، عارفين؟ راه ماشي مهم غير الشروط، ولكن اللي كتهم مزيانين، يعني تعرف شنو دير في كل حالة مزيان. الو نعم سيدي، قلنا هنا شنو نحطو إشارة، عندنا هو شحال، هو واحد. اذا انا كما قلنا دائما خاصني نقلب، علاش كنرد البال من الرمز، يعني الرمز عندي اكبر، يعني خاصني نشوف البلوس، كون مثلا كان عندي اصغر كنشوف الموا، صافي. راه عندي البلوس في الطابلو كامل، كيتلاحظوا ان المجال كله كاين موال فيني بلس لانفيني، كاينه بلوس. اذا نعطيها نقول لي دي اف كتساوي شحال، سي موال فيني بلس لانفيني. دونك ودي شنو كنسميو حنا، كنسميو لونسومبل اخر. الو انا نفس الشرط عاوتاني، غادي نشوفو شنو هو القضيه اللي عندنا، يعني الشرط اللي عندي هو الشرط ديال المقام. الو انا شنو عندي، عندي اكس موان 3 عامل لي اكس موان 7 ايكال سوبيريور ايكال 0. الو هنا الشباب عندنا جداء، ياك. الو هنا مشينا عاوتاني، قلت لك مثلا 3 ناقص 1 كتعطينا شحال، كتعطينا موان 3، لوجيك ياك، عدد سالب موجب كتعطينا عدد سالب. ولا مثلا قلت لك ناقص 5 و ناقص 6، الو كتعطينا شحال، سي 30. علاش؟ باش هذا سالب وهذا سالب. ولا قلت لك مثلا 5 في 1 ولا 5 في 2 كتعطينا شحال، سي 10. هنا شنو كتلاحظ، يعني دائما كتشوف الاشاره ديال خونا والاشاره ديال هاد فلان والاشاره ديال هاد علان والاشاره ديال علان، باش يمكن نتحكم على الاشاره. داكور. الو هنا الشباب شنو غنديروا هنا، حتى انا خصني نعرف اشاره هاد الاولاني واشاره هاد الثاني، ولكن انا عندي متغير، يعني ما نقدرش نحكم واش هاد اكس كياخذ قيم موجبه او يعني واش هو قيمه موجبه بصح ولا هو قيمه سالبه بصح، تفهم؟ الا خصني نعرف امتى كيكون سالب امتى كيكون موجب، يعني شنو خصني ندير، يعني خاصني ندير جدول ديال الاشاره ديال هذا وجدول ديال الاشاره ديال هذا، تفهم؟ راه عن طراسي جدول ونفسر لكم. اوكي شباب، دونك طراسينا الطابلو، دونك كل وحده خصها ندير لها الاشاره ديالها. الو هنا نحط، غنشوف اكس ناقص 3 شحال تقدر تعطينا، اكس ناقص 3 كتساوي 0، دونك اكس شحال كتساوي لنا الشباب، سي 3. دونك هادشي غير في الوساخ الشباب، ما ديروش استعدادكم، تحط هنا مباشره 3 اخرى لا حليناها عطانا شحال هي 7. يعني هادي ملي مثلا لقيتها فاش كتنعدم ليا، كتنعدم ليا فاش في 3، وهادي فاش كتنعدم لينا كتنعدم لينا في 7، متفقين؟ وهادو بجوج غادي ينعدموا لنا فين، في 3 وفي 7. نردو معايا البال لواحد التذكير كتشوه اصلا في السنوات الماضيه، الوغ في دعم الشراك ديال الاشارات الحدانيه. الوغ اشارات الحدانيه هذه حاجه مهمه جدا جدا تكونوا عارفينها الشباب. الوغ هنا شنو عطينا، عطينا هنا موال انفينينا بلس لانفينا، كنا كنلقاو فاش كتنعدم، يعني ناقص بي على دوزا. هذه الشباب راه مكتوبه بحال بحال هذه، يعني اكس شكون عندني شكون هو واحد، وبي وشحال هو موان 3، صافي. الوغ هنا كنشوف فاش كتنعدم، كندير هنا اش لو سين دو ا و هنا موا، يعني عكس ا، صافي. فحنا الشباب فاش نعدمت لينا هاد الاولى، عدمت لينا في 3، اذا عندي هنا بلوس، وحتى هنا غتكون بلوس حاش على اليمين ديالها، وعلى اليسار كيكون موا، يعني اشاره ا من الهي هنا عكس اشاره ا، هو اللي لاصق حدا اكس، اللي حدا اكس هو واحد، صافي. الو نجيو دابا الثانيه، عدمت لينا في 7، اش غتكون هنا الشباب، تكون لو بلوس، وهنا شنو غيكون موا موا، صافي. الوغ دابا شنو غندير، هنا عندي جداء، يعني كما قلت خاصني نضرب الاشارات ببعضياتهم، يعني كنضرب الاعداد ببعضياتهم كنحكم من بعد، يعني حتى كنضرب عاد كنقول شنو غيخرج ليا. بحال هنا غنضرب اش، عندي هذا في هذا، اذا موا في موا، نضرب الاشارات ببعضياتهم، موا في موا كتعطينا شحال شباب، سي بلوس، بلوس في موا، موا بلوس بلوس، دونك بلوس. اذا لونسومبل دي ديفينيسيون الشباب شنو غتكون عندنا مجموعة التعريف، بحال هكا انني مثلا درت الطاولة عليه باش كنشوف الموجبات الموجبين، لان يعني التعريف خاص يقول امتى اكبر من او يساوي 0. اذا غتكون عندنا منين، عندنا من موالا فيني حتى 3، دونك مسدود اتحاد 7 بلس لانفيني. علاش عندنا الوسطاني مختيش، حيت فيه ناقص، حيت كما قلنا الا كانت اكبر، يعني هنا فين يكون اكبر، وهنا فين يكون اكبر، وهنا كيكون خصني يكون عندي اصغر عدد ناخذ هذا المجال، فاهمين يا شباب؟ الو هنا الشباب غنشوفوا دابا الشروط بثلاثه، عارفين يعني شروط بثلاثه، نوع شويه ما نبقاوش حاكرين على جدر. الو كما لاحظتوا معايا عندنا الشرط الاولاني، ها هو انا لا كونديسيون بروميير، هنا لا دوزيام، هنا تخوازيام. اذا هنا كما قلت الحدوديه كتمشي في حاليتها، يعني البولينوم ما كنتسوقش لها، الوغ كيبقى الشروط كتلعب ما بين المقام
يعني الدين مع الطيور ما بين راسي. اذا شنو عندنا انا الشباب؟ الو هنا كما قلت نحط شرط ديال اول حاجه على دير راسين، دونك اكبر من او يساوي زيرو. اي كنقول هادي وهادي، يعني المقام مالو ما خصوش حتى هو يساوي زيرو. اذا سي بون الشباب، دونك نعطي على اكس سوبيريور ايغال زيرو اي اكس ديفيرون دو زيرو، ديفيرون دو دو. الو في هاد الحاله الشباب شنو راح ندير؟ نلجا مستقيم للعدد باش نفهم الكلام مزيان. الو هنا نحاول نبسط عليكم حتى شي شويه صعيبه، دونك نعدي موالا فيني هنا بلس لانفيني، هنا عندي صفر ها هو، وهنا عندنا جوج، دونك جوج شنو درنا؟ حيدناها، وهاد اكبر حيدت لي جميع الاعداد اللي تكون صغر من زيرو، يعني هاد الشيء مشى في حياته صافي. الو في هاد الحاله شنو غندير؟ في هاد الحاله خصني نشوف واش الشروط عندي بجوج كيتفاهموا. يعني شنو معنيش كيتفاهموا؟ يعني مثلا ملي عم نقول من زيرو حتى لجوج ومن جوج لبلس لانفيني صحيحه، يعني واش هناخد جوج ولا هناخدهاش؟ كناخد علاش؟ كنشوف اول حاجه ركزوا على الرمز بزاف، الرموز اللي كيكون فيها متفاوتة، يعني اكبر اصغر، دونك سوبيريور انفيريور انفيريور ايغال سوبيريور ايغال، يعني اكبر قطعان اصغر قطعان، اكبر من او يساوي قطعان او اصغر من او يساوي قطعان. دونك بالنسبه لنا جوج راه جايه معاها في الطريق قدام، اذا عاد تاخذها ولا ما تاخذهاش عاد تاخذها. كنشوف هذا هو اللي يحكم ليا، كنشوف هذيك الحاجه اللي كتخالف واش جات قدامها، واش هذيك زيرو غتلقى قدام هذيك جوج ولا لا. الا كانت قدامها عندنا ناخذها، بحال دابا كان عندنا العكس، دونك اكس اكبر من يساوي جوج اي اكس ديفيرون دو زيرو. لاحظوا معايا شنو غادي يطرا، عندنا ها صفر ها هو وجوج قالك اكبر، حنا كنعرفو دائما هاد اكبر كتحيد هادشي اللي كان قبل منه. يعني هادشي غتاخد هنا غتاخد جوج بلس لانفيني، علاش؟ حيت الزيرو جا وراها ماشي قدام ماشي هنايا. عاوتاني الا كان عندنا مثلا اصغر، مثلا عندنا اكس اصغر من او يساوي جوج وعندنا اكس يخالف زيرو، ها زيرو ها جوج صافي. الو هنا ما جاياش قدامها خلاتها وراها، يعني هنا خاصها تكون هنا هذيك الزيرو باش يمكن ليا ناخذها. كنتمنى انها تكون تفهمات. دونك دائما تشوف هذاك يخالف واش قدام داك الرمز اللي عندك او ولا لا. اذا دومين دي ديفينيسيون شنو غيكون عندنا الشباب؟ غتكون صفر، الو صفر داخل، لان عندنا اكبر من او يساوي صفر، ندير جوج حيت عندي يخالف كتحل، كندير شي حاجه هذا الشيء اللي شفنا في المقام، في الكا ديال المقام ديما كتكون عندي يخالف كنحيد. الو هذه هي مجموعه التعريف. دابا ندوزو شرط اوكي الشباب، ندوزو دابا كان الموالية، يعني الحالة الرابعة اللي نقدرو نطيحو فيها في مجموعات التعريف. اذا هنا الشباب لاحظوا معايا شكون طاري، هنا كيكون عندي مثلا واحد بحال واحد على جذر تاع اكس، كيما قلنا حنا دائما كنعوضو بشحال؟ كنعوضو بثلاثة ديال الاعداد، عدد يكون موجب، عدد يكون سالب، وعدد كيساوي زيرو، عدد زيرو. يعني انا عوضت هنايا بعدد موجب، لاحظوا معايا، دونك واحد على الجذر تاع اربعة غيعطينا هو شحال، وواحد على جوج قالك نعم اسيدي انا معاك في هادي داكور. مشينا باين نعوضو بزيرو، عطانا هي واحد على زيرو، دونك عطانا شحال؟ غيقول لك هادشي ما كاينش في المواد ديال المغرب او لا في المواد ديال العرب صافي، يعني هادشي ممنوع انني اطراف اله حاسب. يعني طراسيت واحد على جدر تاع زيرو، دونك هو واحد على زيرو، دونك درت في اله حاسب واحد قسمة زيرو ما تعطينيش. فين عاوتاني عطيت واحد على الجدر مثلا ديال ناقص اربعة، في هاد الحالة لا، لان هنا يقولك لا، لان الجدر ما كيكونش تحت منو عدد سالب صافي. اذا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو ان القيمة اللي خاصها تدخل لتحت من جدر خاصها تكون قيمة كديرة موجب، ما تكونش كتساوي زيرو وما تكونش اصغر من او يساوي اصغر من زيرو، يعني خاصها تكون اش فقط اكبر من زيرو. دونك هذا هو الشرط ديالنا الشباب، دونك خصنا نقولو ان كيو دو اكس داكشي اللي وصل من راسي لتحتاني خاصو يكون اكبر قطعة من زيرو. مفهوم الشباب؟ اوكي نشوف المثال الموالي دابا ونعرفوا من خلال ديالو كيفاش ممكن لينا نتعاملوا مع هذه الحاله الثالثه الرابعه.